بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى معالي السيد محمد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الاتحاد البرلماني العربي وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير والاعتزاز بالجهود التي يبذلها معالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومساعيه الخيرة من اجل العمل على تعزيز وتوثيق التعاون بين المجالس البرلمانيه العربيه والبرلمانيين العرب في سبيل الارتقاء بالعمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانيه العربيه في مختلف المجالات. واكد معالي رئيس مجلس الشورى ان مجلس الشورى حريص على مواصله ترسيخ اطر التعاون الثنائي بين البرلمانات والمجالس التشريعيه في الدول العربيه والدفع بها نحو مزيد من الشراكه والتنسيق المثمر.